ما يرن عليها اهو. رن عليها حاجة. لا قوم لما عشان انت يا استاذ انا بعد المصدر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين المصطفى عليه أتم الصلاة وأتم التسليم. أقول لكم بس كده سريع لأن والله من الفاضي البط البيور ده عمر كام؟ عمر 5 6 أيام عامل 20 جنيه. بطة بتيجي في شهرين وبتجيب 4 كيلو. رد على التليفون يا أبو الحاج، رد على التليفون. بتيجي في شهرين يا جماعة وبتجيب 4 كيلو. بط بيور ألماني ماشي، وده بط مطلق ومولة عامل 25 جنيه. يلا فراخ بيضة، فراخ بيضة عاملة كام؟ 15 جنيه. اسأل اديلهم رقم محمد. طيب شوف البط ده ماشي، الفراخ البلدة عاملة 15 جنيه. في البلد خلصت وهيجي تاني اهون، والفيوم عامل 7 جنيه، والشافعي 10 جنيه، والفيومي الفيومي عامل 7 جنيه، 7 جنيه الفيومي 0 11، والساس والناس هتعرف كلها الرقم 0 11، والساس 10 جنيه، 10 جنيه الساس، يبقى الساسو 10 والبلد 7 والفيومي البلد 6 والفيومي 7 والابيض 15 والفت المسكوفي 35 ومشرف ومرر 25 وفي مشرف ومرر عمر 10 ايام ب 32 جنيه. ايوه جاي منين يا ولاد؟ خلاص كده يا جماعة، يلا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.